السلام عليكم زينات، اهلا وسهلا بكم حبيباتي. زينات التوعي في فيديو جديد لقناتي اطباق زوجة هاني. مرحبا بكم معايا اليوم البنات، ديتكم معايا تحويصه لجنان السلطانه بكامل. تقولوا شكون هذه السلطانه، كيفاش دايره هذه السلطانه؟ هي اختي الكبيره، ربي يطول في عمرها. راهي ساكنه في عندها دار في الجنان تاع بابا، ربي يطول في عمره. حبيت تحوسوا نحوس بكم فيه الجنان هذا، فيه الله يبارك من كل الخضر والفواكه. صورت لكم شويه منه البير هذاك. دونك اللي ما يعرفوش السلطانه نقول لكم هي ادمن في الجروب تاعنا تاع لمتنا حلوه وحكايتنا احلى. معروفه البنات هما اللي سموها السلطانه بسبب حبها وعشقها للسلطانه. هويا فوتو بروفيل تاعها توجور هويا، سموها في الجروب المعجبين اللي فاين تاعها سموها بالسلطانه، وتجر حكاياتها على القصر وعلى السلطانه. نطلب منكم تنضموا للجروب تاعها، راح تضحكوا صدقوني. كل يوم عندها حكايات جدد على السلطانه خديجه والسلطانه الام وسنبل اغا والجماعه هذوك تاع القصر. تستمتعوا تضحكوا من قلبكم مع انه هايلك الجنان كيفاش داير في دارها. تحويسات توجور عندها في البنين كما نقولوا، تنحي على خاطرك تنحي الغمه. بالك كما نقولوا كي نشوف انا نشوف الجنان هذا كامل هكا نقول لها بالك تكي راكي تشوفي هذو المناظر يوميا. الخضره هذه الله يبارك، الاخضرار هذا كامل والنفس الهواء نقي. على هذيك عندك ليت ساعه والخاطر باش تضحكي وتقصري وتديري لومبيونس في الجروب بهذوك المنشورات تاوعك. يعني واش نقول لكم، نطلب منكم كما نقولوا ننصحكم انكم تنضموا للجروب تاعها. صدقوني راح تستمتعوا وتضحكوا ملي تدخلوا وتشاركوا في المسابقات تاعها اللي تديرهم. دونك كيما راكو تشوفوا هذا يا شويه في القناوه، اللي يعرفوا في القناوه هذا هو عندنا كيف كيف. كاين الرمان، كاين شجر تاع المشمش، كاين شجر تاع البرقوقه، كاين الكرموس والباكور، كاين بنوعيه العنب القارص الرمان، كاين بزاف شجر هنايا الله يبارك. دونك انا نخليكم تستمتعوا بشويه مناظر وتنحوا.
تحشت صورت لكم القاعدة هذه، تقول لكم راني قاعدة في الجنان الملكي. هذا هو الجنان الملكي بين الكرم، كانت تحط الكراسة ثم تجيب الطابلة تاع القهوة، يسقى قهوة ثم وليداتها، وهي هذا هو القصر تاعها. وانتم تيماجينيوه باللي صح كاين حقيقة من الحكاية تاعها تديك الصح العالم، وإنما هذا هو مجرد كما نقولوا هي الطبيعة تاعها ترجعها لكم خيال واسع، تضحكوا الصح تتخيلوا باللي صح كاين قصر وصح كاين هاوليك البير اللي تقولكم ننفيكم ليه. هذا هو البير تاع الماء، تعمر منه الماء، يعني صدقوني ما عندي ما نحكي لكم المشروع تاعها، حق الله غير انا اختها ونضحك الناس توجور يضحكوا. هذا هو الرخصاص اللي ديره لنا هي اليوم، كان والله يبارك رحنا لها في غاشي مع الدراري، ايبا قسمته لنا قطعته دي بتي كاري باش ياكلوا كامل الاولاد خير من اللي يطيبوا بالخبزه. شوفوا هذيك الطريقه تاعها، كاش نهار نقولها ديرنا فيديو خاص به. دارت لنا قهوه خرجنا شربناها في الجاردان، ما تنساش قهوة تنحي على الخاطر، نفس هوا جديد. تعرفوني أنا نحب كي نخرج هكا، نحب نخرجكم معايا. هاي ليكم، شوفوا ش هاليك لي غاليت اللي جربتهم، لي غاليت تاوعي اللي درتهم لكم في القناة. هاوليك الكسران تاعنا راهي طابت، ورانا نستقهوة قهوة خلوية ما عندي ما نحكي لكم. عقوبة كل وحدة إن شاء الله، تلبي ربي يدوم لماتكم وقعداتكم والقسطو تاعكم إن شاء الله، وربي يلم الشمل إن شاء الله في كل ديار. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله تعالى، نخلي لكم رابط الجروب تاعها أسفل الفيديو. نلتقي بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.